تعالوا بقى نروح دلوقتي على مقر جريدة الشروق مع زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع العالمية. وطبعا بطبيعة الحال دلوقتي لا صوت يعلو فوق صوت أولمبياد طوكيو 2020، وطبعا أكيد معظم الأخبار اللي مع هنا هتكون متعلقة بطوكيو. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا كريم يا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وهاخدكم في جولة لأبرز أخبار الصحف الرياضية من مقر جريدة الشروق. وطبعا زي ما انت قلت يا كريم، كل الأخبار اللي معانا النهاردة هتكون متعلقة بأولمبياد طوكيو. لكن الحقيقة قبل ما ابدأ جولتنا الإخبارية، حابة أهنئ رجال النادي الأهلي الفريق الأول طبعا لكرة القدم على مباراة أمس والفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2. يعني الحقيقة أدوا أداء لآخر دقيقة، كانوا بيقاتلوا من أجل الثلاث نقاط، وإن شاء الله الدوري السنة دي كالعادة هيكون في بيته في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ جولتنا الإخبارية ونفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري. بيراميدز هيواجه البنك الأهلي في تمام 7 مساء على استاد الدفاع الجوي طبعا ضمن مؤجلات الجولة 23. أما عن أخبارنا اليوم، البداية من موقع جريدة الشروق، أولمبياد طوكيو وعمر عصر يتأهل للدور الثالث. طبعا نجح اللاعب عمر عصر لاعب منتخب مصر في التأهل للدور الثالث في منافسات فردي رجال تنس الطاولة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية واللي بتقام حاليا طبعا في العاصمة اليابانية طوكيو، هتستمر طبعا حتى يوم 8 أغسطس المقبل. يعني تأهل اللاعب عمر عصر على حساب اللاعب الأوكراني ليو كو بنتيجة 4-3. المباراة الحقيقة استمرت لوقت طويل، يعني استمرت حتى 52 دقيقة. قدر اللاعب عمر عصر التقدم في أول 3 أشواط من المباراة، بعد كده عاد اللاعب ليو كول المباراة وقدر يفوز في 3 أشواط، لكن الحقيقة لاعبنا قدر يحسم المباراة لصالحه ويفوز في الشوط السابع والأخير ويتأهل للدور الثالث. يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق. كمان من موقع اليوم السابع وأيضا عن أولمبياد طوكيو 2020، محمد حمزة يواصل التألق ويتأهل لربع نهائي سلاح الشيش. يعني واصل اللاعب محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش تألقه ليتأهل لمنافسات دور ربع النهائي بعد ما حول تأخره من 12-6 أمام اللاعب الإيطالي أندريا كاسارا بطل العالم إلى 15-13 في منافسات دور ثمن نهائي سلاح الشيش فردي رجال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو طبعا 2020. يعني أيضا حابة أفكر مشاهدينا أن مصر بتشارك بأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الألعاب الأولمبية، وصل عدد اللاعبين المشاركين ل 146 لاعب ولاعبة، بينقسموا ل 134 لاعب أساسي بالإضافة طبعا ل 12 لاعب احتياطي طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية. يعني طبعا بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق. خلينا نروح دلوقتي لبوابة أخبار اليوم وطوكيو 2020. منتخب اليد يخسر أمام الدنمارك. يعني خسر منتخبنا الوطني منتخب مصر لكرة اليد مباراة الجولة الثانية أمام الدنمارك، وطبعا اللي كانت بتقام صباح اليوم انتهت المباراة بخسارة فراعنة اليد بنتيجة 32-27. يعني كان قدر منتخب الفراعنة يحقق الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة 37-31. طبعا يعني الحقيقة هزيمة محبطة اليوم، لكن هي غير مؤثرة، إن شاء الله تكون حافز لرجال كرة اليد وإن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباريات الجاية ويحققوا أداء قوي وكبير في الأولمبياد. واخيرا من جريده الشرق الاوسط، الثلاثيه المانيه تخرج الاخضر من الاولمبياد وامال مصر تتضاءل بسبب التانجو. يعني ودع المنتخب السعودي الاولمبي منافسات كره القدم للرجال باولمبياد طوكيو عقب طبعا خسارتهم من المانيا بنتيجه 3-2 امس في الجوله الثانيه من المجموعه الرابعه، والتي شهدت ايضا تعادل البرازيل مع كوت ديفوار سلبيا. يعني بكده طبعا ظل المنتخب السعودي بلا رصيد ليودع منافسات
أساسات البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة. بيأتي طبعا في المركز الثالث بثلاث نقاط المنتخب الألماني بفارق نقطة واحدة عن منتخب البرازيل وكوت ديفوار. يعني وعلى صعيد آخر طبعا المجموعة الأخرى يعني سقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظير الأرجنتين بنتيجة 1-0. يعني طبعا بيتصدر منتخب أسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، أستراليا في المركز الثاني بنتيجة 3 نقاط، وطبعا منتخبنا في المركز الرابع بنقطة واحدة. يعني دي كانت أبرز أخبار في الصحف الرياضية من مقر جريدة الشروق. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. جزيل الشكر ليك يا هنا، شكرا جزيلا وصباح الفل عليك مرة تانية. شكرا هنا وسلا، يعني مراسلنا المتميزين.